بإمكانيات بسيطة وبمجهود ذاتي، حاول طلاب الهندسة في جامعة تعز إزاحة جزءا من معاناة غياب أجهزة التنفس الصناعي عن المرافق الصحية بفكرة حملت ابتكار جهاز يمكنه تقديم الخدمة بشكل يتناسب مع الحالات المصابة بكوفيد 19. بدأت الفكرة حقل الجهاز هذا من شهر 2، أول ما اجتاح فيروس كورونا الدول العظمى مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وحدث عندهم تدوه فيروس صحي بشكل كبير، بالرغم من أنهم بالتقنية عالية في الطبية والصروح الطبية اللي معهم. ففكرنا أنه إذا لا قدر الله دخل فيروس الكورونا كوفيد 19 إلى اليمن سيحدث مشاكل كبيرة، بحيث أن دولة نامية لا تمتلك المستشفيات الخاصة المجهزة بجميع المعدات الطبية وبالأخص أجهزة التنفس الصناعي. فقمنا وبحثنا عن الموضوع هذا، ايش اعراض فيروس كورونا كوفيد 19، فشفنا انه يصيب جهاز التنفس عند الرجل والمراه. فبدينا نشوف مشاريع ناس تخرج وكذا، نشوف ايش اللي يصلحونه باجهزه التنفس، وشفنا ايش المعدات اللي نحتاجها. بعد محاولات عديده حملت اشكال مختلفه غابت عنها المعايير التي تمكنوا من تحقيقها بابتكارهم الاخير، الذي حمل مواصفات عالميه توصلوا اليها بعد صعوبات عديدة بسبب قلة الإمكانيات وغياب معظم المستلزمات الأساسية في المدينة. بدينا بعدة نماذج، منهم ثلاثة نماذج ولا أحد ما وصلنا للنموذج الرابع اللي هو الأخير هذا. الفكرة أنه كنا بكل نموذج كانت نحصل عراقيل وصعوبات بالأشياء، ما نديش السيفتي اللي يحصل عليها المريض، فحاولنا نطور إلى حيث أنه هذا الجهاز الأخير. من عملية اللي هو أول ما يشتغل، يعني معانا زر تشغيل وإطفاء، وأيضا من هنا أول ما تشغل جهاز يطلب منك إدخال كمية، إدخال عدد الضربات في الدقيقة يسموها RR، تدخل عدد الضربات في الدقيقة مثلا، وبعدين تدخل حجم النفس، يطلب منك حجم النفس، وبعدين يطلب منك نسبة الشهيق للزفير. خلاص يشتغل جهاز طبيعي. وايضا معانا نتحكم بالبيب اللي هو مهم جدا بالنسبه لكوفيد 19، ليحافظ على كميه الهواء في الرئتين مناسبه، بحيث انه لا يحدث، يعني من اجل تظل الحويصلات الهوائيه منفصله عن بعض حتى لا يحدث تجلط. هذه اهم عمليه بعمليه كوفيد 19. منتج هذا الجهاز كان عمله عن كفاءه عاليه جدا، يعني ويمكن استخدامه في الاسعافات الاوليه ويمكن استخدامه في غرف العنايه المركزه. يعني افاد يعتبر انه هذا الجهاز يقدم خدمه كبيره لليمن بشكل عام. قدمنا هذا الجهاز لمكتب الصحه واعطونا تقرير اولي بذلك ان الجهاز قابل للاستخدام ويمكن استخدامه وتطويره. قدمنا هذا المجهود وان شاء الله يكون كافي، وان شاء الله نحصل الدعم عشان نكمله. اذا تبنت المنظمه او الحكومه هذا الشيء فانه يقدم مساعده كبيره للوطن، يعني احنا قادرين والشباب قادرين في انتاج هذا الاجهزه، واذا توفرت الامكانيات اللازمه فاحنا لنا القدره ان نصنعه في باليوم نصنع من 3 اجهزه او 4 اجهزه اذا توفرت القطع والامكانيات اللازمه. حملت فكرتهم تخفيف المعاناه عن المجتمع بامكانيات بسيطه لاقت الاعجاب من الجميع، وغابت عنها الايادي التي ستمكنهم من تطويرها بشكل يمكن توفيره باعداد كبيره يمكنها أن تزيح جزءا من المعاناة.